القيم والمبادئ والأخلاقيات التي تشبه بلادنا في الأصالة والعراقة. وأود أن أشكر كل امرأة ما زالت تقدم كل ما لديها لتثبت أن المرأة المصرية هي مثال الإرادة والقوة والتضحية، وأن نساء مصر في كل العصور قادرات على مواجهة التحديات وصنع المستحيل. ومن جريدة الأخبار نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، وجاء بعنوان من كل امرأة مصرية، شكرا سيادة الرئيس. وقالت: تابعت بكل فخر تكريم الرئيس للمرأة المصرية أمس، والذي عبر من خلاله عن خالص احترامه لكل أمهات وسيدات مصر وتقديره لدور المرأة والحرص على تمكينها والارتقاء بمكانتها لتواصل دورها الفاعل في مسيرة العمل الوطني والإنساني. من حقنا أن نفخر ونتفاخر، فالمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد عصرا ذهبيا، تتصدر جميع المجالات، وزارات، برلمان، هيئات ومؤسسات. فمنذ تولي الرئاسة وهو داعم قوي لها اجتماعيا واقتصاديا وبالتأكيد سياسيا، فقد شهدنا لأول مرة 8 وزيرات في الحكومة يحملن حقائب مهمة ويؤدين أدوارهن على أكمل وجه بكل النشاط والحيوية والضبط والالتزام في الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الصحة والسكان، الثقافة، السياحة والبيئة. حتى الحكومات المحلية صار لدينا محافظون من السيدات وخمس نواب للمحافظين، وفي القضاء لدينا 66 قاضية في المحاكم الابتدائية، ولأول مرة في تاريخ مصر 4 قاضيات بسكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، وأول سيدة مساعدة لوزير العدل. ومع احتفالات مئوية ثورة 19 والتي كانت منارة وبداية انطلاق المرأة المصرية للحصول على حقوقها العلمية والتعليمية والاجتماعية ومشاركتها بقوة في كل مجالات الحياة، نجد اليوم دعما غير مسبوق من الرئيس بعد إطلاقه عام 2017 عاما للمرأة التي يقدرها ويحترمها، وينعكس ذلك على كل مواقفه معها. ولن ننسى أبدا كلماته التي رسخت احترام المجتمع وغيرت كثيرا من ثقافته في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، لا زالت كلماته في أذني حين قال: إن الفتاة والمرأة المصرية لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد. وهذا العام في منتدى شباب العالم أكد أن المرأة في مصر لها وضع خاص، وأنها لا تمثل فقط 50% من المجتمع بل هي كل شيء. وكرر نفس المعنى في مؤتمر الشباب العربي الأفريقي بأسوان، لذلك فهو حريص على تكريمها دائما وأن تتصدر كل المجالات، خاصة المرأة المكافحة الشقيانة. ومن ينسى الحجة صيصة التي ارتدت ملابس الرجال وخرجت لسوق العمل لتربي ابنتها وسط مجتمع لا يرحم، واستضافها الرئيس ومثلها سائقة الميكروباص التي قابلها أثناء تفقده لأعمال العاصمة الإدارية الجديدة، وأهداها ميكروباص لتواصل عملها وكفاحها. ومنى فتاة التورسيكل التي كانت تجر عربة بضائع بالإسكندرية، والتقى بها الرئيس بعد أن عبر عن إعجابه الشديد بكفاحها وإصرارها على تحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها. أيضا ابنة الأقصر مروة الصعيدية سائقة التورسيكل التي قابلها، وأكد أنها نموذج مشرف للشباب المصري ويحتذى بها في الكفاح والعطاء. وتابعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح قائلة: لم يكتف الرئيس بأن يعلن دائما أن المرأة عماد الحياة وسند الرجل والابن، لكنه أصدر توجيهاته للحكومة بحمايتها اجتماعيا بعدد من البرامج والمبادرات لتعيش حياة كريمة بمشروعات مثل تكافل وكرامة ومستورة وتسديد ديون الغارمات لإخراجهن من السجون وإعادتهن لبيوتهن وأبنائهن بعد أن تم سجنهن، للحرص على مساندة العائلة بعلاج الزوج أو الأبناء.
ولأول مرة نسمع مصطلح التمكين الاقتصادي للمرأة التي تمثل أكثر من 47 مليون سيدة في تعداد السكان. ورغم نجاح المرأة المصرية وحصولها على 90 مقعدا بالبرلمان، أي 15% من المقاعد بعد أن كانت 1.8%، لكنها لديها الكثير من الأمل والطموح أن تحصل على ربع مقاعد البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة، لتستطيع سن القوانين التي تساعدها وتعينها وتعيد إليها كرامتها، مثل قانون مكافحة العنف ضد المرأة وتغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث وحماية المرأة من جميع أشكال العنف. ولأنها تمثل 49% من القاعدة الانتخابية، كانت حاضرة بقوة في جميع الانتخابات والاستفتاءات من إجمالي أصوات الناخبين في مشهد رائع احترمه العالم كله، فكانت بطلة المشهد دائما في كل الاستحقاقات السياسية. لقد كان حصاد عام 2017 الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمرأة المصرية جميلا، وأعتبره تتويجا لجهودها على مدى سنوات حكم الرئيس. كانت هناك طاقة نور أسرعت بتحقيق طموحاتنا والمكانة والتأثير الذي نتمناه، لتستطيع عظيمات مصر، وهو اللقب الذي يطلقه على نساء مصر، أن تواصل اقتحامها كل المجالات التي كانت حكرا على الرجال، وأن يصبح لها التأثير والقوة والقدرة على الانتصار لنفسها ولأبنائها في ظل دعم قوي من قائد سياسي يحترمها ويقدرها ويمكنها. ومن جريدة الأخبار أيضا نقرأ تقرير بعنوان: التعديلات الدستورية تصل محطة الصياغة، عبد العال موعد الاستفتاء لم يتحدد، وإحالة التعديلات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. أكد دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن المجلس سيأخذ وقته في مناقشة التعديلات الدستورية، وأنه لا صحة لتحديد موعد الاستفتاء حتى الآن، وقد انتهت جلسات الاستماع الخميس الماضي، ومع انتهاء الحوار المجتمعي تصل التعديلات إلى محطة الصياغة، ومن ثم ننتظر تحديد الموعد النهائي للاستفتاء عليها، حيث تشير التوقعات إلى موافقة مجلس النواب على التعديلات بصورة نهائية في جلسة 16 أبريل القادم. وتعهد دكتور علي عبد العال بأن تكون جميع الاقتراحات والمطالبات والمداخلات تحت بصر اللجنة التشريعية، وأن هناك أمانة فنية تقوم بتجميع وتصنيف المقترحات سواء من النواب أو المشاركين في الحوار المجتمعي، وتوحيدها في نصوص ستعرض على اللجنة أثناء مرحلة الصياغة، وهي المرحلة التي ستبدأ هذا الأسبوع. وأشار عبد العال إلى أن اللجنة لديها صياغات مسبقة وأن المجلس سيأخذ وقته، وقال إن اللجنة التشريعية ستطرح على الجلسة العامة للنواب في جلسة 14 أبريل القادم المقترحات لمناقشتها، وأن اللجنة سوف تعد تقريرا شاملا، وأن الرأي النهائي سيكون للقاعة وممثلي الشعب، وأنه من المتوقع أن ينتهي المجلس من إقرار التعديلات بصورة نهائية في جلسة 16 أبريل، وسوف يحيلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد الاستفتاء. ننتقل إلى جريدة الجمهورية، ومنها نقرأ خبر بعنوان: تمهيدا للاختبارات والمقابلة الثلاثاء المقبل، 6000 معلم تقدموا للعمل بكنترول الثانوية العامة. تبدأ الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة، ولم يسبق لهم العمل بالكنترولات الثلاثاء المقبل داخل لجان النظام والمراقبة تحت إشراف رئيس اللجنة ووكيلها، وبمشاركة أقدم الأعضاء لاختيار أفضل العناصر المتقدمة. بلغ عدد المعلمين الراغبين للعمل بلجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية حوالي 6000 معلم من مختلف المراحل التعليمية، وسيتم تسكين من يجتاز الاختبارات والمقابلات في اللجان المتقدم عن طريقها، وتنتهي الكنترولات من فرز استمارات الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام التي تعقد من 8 يونيو
يونيو وحتى الثالث من يوليو القادمين خلال شهر أبريل المقبل، استعدادا لاستخراج أرقام الجلوس وتسليمها للإدارات التعليمية ومنها إلى الطلاب اعتبارا من منتصف مايو القادم. ويؤدي الامتحانات قرابة 730 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. من جريدة المصري اليوم نتابع وزير النقل: تغليظ غرامة الركوب بين فواصل عربات القطارات والسفر بدون تذكرة. قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إنه تقرر تغليظ عقوبة التسطيح والجلوس بين فواصل العربات وأيضا استقلال القطار بدون تذكرة. جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس في محطة مصر ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية التي بدأت الساعة 6 صباحا واستغرقت أكثر من 7 ساعات، حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية لمحطة مصر وتفقد الأكشاك الجديدة التي تم وضعها لتوفير وتسهيل حصول الركاب على التذاكر، ضمن متابعة تفعيل مبادرة الحد من التهرب من دفع الأجرة بالقطارات التي سبق ووجه بها الوزير خلال زيارته الأخيرة للمحطة، والتي يتم تطبيقها بمحطة مصر كبداية تمهيدا لتعميمها في المحطات المركزية لتنمية إيرادات الهيئة لتحسين مستوى الخدمة وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية. أشار وزير النقل إلى أن عدم الحصول على التذكرة يعرض الراكب للغرامة التي سيتم تغليظها لتصبح 30 جنيها لراكب الدرجة الأولى و20 جنيها لراكب الدرجة الثانية و10 جنيهات لراكب الدرجة الثالثة و5 جنيهات لراكب قطارات الضواحي. كما سيتم تغليظ الغرامة الخاصة بالركوب في غير الأماكن المعدة للركوب مثل الركوب بين فواصل العربات أو التسطيح أو السير على القضبان حفاظا على أرواح المواطنين. كما تفقد الوزير أرصفة المحطة بما فيها رصيف 6 الذي وقع به حادث جرار مصر منذ عدة أسابيع، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتشغيله للقطارات بعد إزالة آثار الحادث للمبنى الملاصق للرصيف وتجديده. ومن جريدة الشروق: حماية المستهلك، ندرس تفعيل سيارات الضبطية القضائية في كل المحافظات. أشاد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن زيادة العلاوات والمعاشات، وأضاف في تصريحات صحفية أمس أنه تم إعداد وإطلاق منظومة الضبطية القضائية بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، موضحا أنها رسالة للمواطن بأن الدولة معه وبجانبه، ورسالة للتاجر أيضا بأن أجهزة الدولة موجودة لحماية المواطنين. وأشار إلى دراسة الجهاز بإعداد منظومة متمثلة في سيارات حماية المستهلك الضبطية القضائية في كل محافظات مصر، متابعا: القيادة السياسية وجهت رسالة تحذير لأي تاجر يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولدينا غرفة العمليات على ممثلين من الشركات للتفاعل مع شكاوى المواطنين على الفور. ورياضيا نتابع خبر من الأهرام: قمة الزمالك والأهلي تعادل سلبي بطعم خيبة الأمل والروح الرياضية بين اللاعبين الفائز الوحيد في المباراة. خيب لاعبو الزمالك والأهلي آمال جماهيرهم العريضة بعد مباراة انتهت بأسوأ نتيجة في كرة القدم، وهي التعادل السلبي بدون أهداف خلال القمة 117 التي شغلت الرأي العام الرياضي بعيدا عن المبررات وشماعة الأمطار وسوء أرض الملعب التي تسببت في تحويل القمة إلى قمة المنصات الإعلامية والورق فقط. جاءت المباراة ضعيفة فنيا وخلت من متعة كرة القدم، وظهرت فيها البطاقات الملونة 8 مرات منها 5 للأهلي و3 للزمالك. تقاسم الفريقان السيطرة على شوطي اللقاء، حيث فرض الأهلي سيطرته على الشوط الأول، بينما اختلف الوضع في الشوط الثاني بسيطرة بيضاء وضياع أكثر من فرصة. وكان الثنائي المغربي أحداد وأزارو بطلي المشهد عندما أهدر أفضل فرصتين في المباراة، ولم تضيف تغييرات لاسارتي للأهلي كثيرا، بينما تسبب تأخر جراس في الطمع بالمباراة في عدم الدفع بتغييراته مبكرا. وبهذه النتيجة حافظ الزمالك بالتعادل على قمته بفارق نقطتين أمام منافسي التقليدي ليستمر الصراع على اللقب.
ننتقل إلى موقعنا موقع صدى البلد، ومنه نقرأ: العمل للاستثمار 48 ألف فرصة عمل توفرها 1300 وإحدى شركة أمريكية عاملة في مصر. كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة الدول المستثمرة الأجنبية في مصر بإجمالي رؤوس أموال بنحو 9 مليارات دولار. وقال التقرير إن الشركات الأمريكية العاملة في مصر توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، وتتصدر القطاع التمويلي للاستثمارات الأمريكية بقيمة مليار دولار، يليه الاستثمارات الصناعية بإجمالي 882 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي بنحو 441 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة القطاع الإنشائي باستثمارات تقدر ب 102 مليون دولار، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 41 مليون دولار، تليها قطاع السياحة بقيمة 37 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن محافظة الجيزة تتصدر المرتبة الأولى في محافظات مصر من حيث تواجد الشركات الأمريكية، تلتها محافظة القاهرة ثم الإسكندرية الشرقية القليوبية، وتأتي محافظة المنيا في المرتبة الأخيرة. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحف. نطلع لفاصل قصير ونرجع بعد الفاصل، عندنا فقرات كتيرة، انتظرونا.